سكتك خضراء. فكرة بدأت بعشرين شاب قرروا يعتمدوا على الدراجات كوسيلة مواصلات أساسية، والفكرة بقت مبادرة بتلف جميع محافظات مصر للتشجيع على استخدام الدراجات كوسيلة نقل يومية. عبر زوم بتنضم لينا الأستاذة سارة بيسر، مدير التنفيذي لمبادرة يلا فولنتير. دلوقتي بقى عندنا الكورتيم 25 متطوع، و25 حد من الكورتيم، وقاعدة البيانات فيها حوالي 800 متطوع من محافظات مختلفة وكمان من جنسيات مختلفة. لما لقيت ناس بتاكل من شجره مثمره مزروعه قدام بيتي في مدينه العبور، فالفكره عجبتني جدا. قلت ليه انا ما ازرعش شجر مثمر بحيث انه يبقى صدقه جاريه، اي حد ماشي في الشارع ياكل منه. الفكره اتحولت لمبادره واسستها يوم 17 ابريل 2016، وكان الهدف الاساسي منها انه نشر ثقافه زراعه شجر المثمر في الشوارع وفي المدارس والاماكن العامه بدل شجر الزينه. تاني هدف اللي هو نشر ثقافه زراعه البلكونات والاسطح بالخضروات والنباتات الطبيه والعطريه والاشجار المثمره. تالت هدف من الاهداف اللي هو نشر ثقافه التنميه المستدامه وحماية البيئة من التلوث. احنا ننضم إلينا عبر زوم حالا ضيفنا الأستاذ محمد يسري، مؤسس مبادرة بنانا آرت ومدير جمعية تواصل لتنمية المجتمع بسوهاج. احنا عايشين احنا في قرية، في القرى اللي موجود فيها مخلفات موز. طبعا المزارع مش عارف يتخلص منها، هو لما يجني الثمرة المتعارف عليه يجني الثمرة تترمي الشجرة، ما عندوش أي طريقة إن هو غير يرميها في نهر النيل والترع أو يجمعها لحد ما بتنشف وبعد كده يحرقها. وفي الطريقين بالتحديد بتعمل تلوث كبير، بيبقى مشاكل عائليه عندنا في القرى. ففكرنا احنا كمجموعه من الشباب ان احنا نشتغل على النقطه دي بالتحديد في تدوين المخلفات. اكفل طفل في بيتك هي مبادره مجتمعيه قامت بيها مؤسسه يلا كفاله لدعم فكره الكفاله. لازم نبقى فاهمين حاجه، ان انا لما اقول كلمه كفاله مش معناها اني ابعت تبرعات لدار رعايه. من خلال ان طلبة كلية التربية الفنية جامعة حلوان وطلبة كليات الفنون الأخرى، وجالنا بقى ناس من المحافظات وجالنا ناس تانيين، كل دول بينزلوا معانا كل يوم جمعة نرسم الأثر ونرسم اللي حوالين الأثر ونتكلم عن قصة كل أثر. سقي وشدوف فخار المحروسة، خزف جرجوس وفركة نجادة، حرف تراثية اشتهرت بها محافظة قنا قديما وأوشك أغلبها على الاندثار بعد هجرة صناعها وعزوف الراغبين عنها. ومن هنا كانت فكرة إنشاء مؤسسة بدران الثقافية والتراثية لتوثيق وإعادة إحياء هذه الحرف. هو حقيقة مجهود شخصي ولا يسعى إلى أي ربح مادي، وإنما هو خدمة ثقافية للمجتمع وللتراث. دايماً الصعيد محروم من الحاجات دي أو بتنزل لنا متأخر بعقود. أنا من وأنا صغيرة كان دايماً حلمي أني أبقى فالورينا. العمل العام والعمل المجتمعي في الصعيد عامة هو مشاكله كتير. من الصعوبات اللي واجهتني ان انا كنت افتكر ان ما ينفعش بنت محجبه تلعب باليه وكده عشان ازاي وكده، بس اكتشفت انه بعد كده عادي جدا ومفيش اي مشاكل. المبادره عباره عن ورش فنيه وانشطه مجتمعيه للطفل بتساعده على الاستكشاف والتعبير عن نفسه. هاجر اتخرجت من كليه السياحه والفنادق واشتغلت في مجال المبيعات لمده 5 سنين، وبسبب اهتمامها بتعليم الأطفال والتعبير عن الذات من خلال الفن أسست سنة 2012 مبادرة كابلات للفنون بالتعاون مع أصدقائها في اسكندرية. عايز أعرف بس من البداية كده إيه الاسم ده، عبارة عن إيه كابلات؟ هي كابلات يعني هي الأسلاك الكتير اللي داخلة جوه بعضها، فإحنا لقينا أن دماغ الطفل دايماً عندها حاجات كتير وعايزة تجرب وعايز تعمل كل حاجات في نفس الوقت، فشبهناها شوية بأسلاك الكهرباء أو الكابلات. يعني مؤسس تياترو الصعيد كيرو صابر، صباح الخير عليك يا كيرو. احنا جينا من كام سنة كده حبينا ان احنا نعمل مساحة حتى لو مش كبيرة شوية ونكون بنقدم فيها فن بشكل مستديم، بنقدم فيها عروض كل يوم، كمان شوية يكون الموضوع يعني أبسط شوية من الكم الكبير من الإيجارات اللي احنا كنا بنكون بندفعها في الأماكن الكبيرة اللي بره. الهدف انه بدل ما الناس تكون بتسافر للقاهره علشان تكون
بتدور على فرصه، احنا عايزين نجيب القاهره عندنا، نبتدي نعمل اللي احنا لا ما تجيبوش القاهره، اعملوا انتوا حاجه احلى منها. انا سينا سمير بنت سعديه مديره فريق بنغامه برشا. انا نفسي ان كله يعرف ان البرشا دي عندها حاله فنيه وان احنا موهوبين. كله كان مستغرب، انت ازاي تمثلي؟ انت ازاي تغني اصلا؟ انت بتغني؟ ده حاجه مختلفه. برضاك يا